يجب المسح، وذلك إذا ترتب على ترك المسح ترك واجب أو فوات واجب. فلو أن الخفين في قدميه ثم لو خلعهما وغسل قدميه لفاتته صلاة الجمعة أو لفاتته صلاة الجماعة، فلا يجوز له أن يخلع خفيه، وإنما يجب عليه أن يمسح، وذلك لأن حال رجله مستورة، فإذا خلعها ترتب على ذلك فوات واجب. ولذا إذا قيل بالجواز أي بجواز المسح إنما المراد من حيث الأصل، أما إذا وجد اعتبار آخر فإن هذا الحكم ينتقل من الجواز إلى الوجوب.